قررتوا قرار حميد ان انتوا تعملوا الجمعيه العربيه، الجمعيه الفيزيائيين العرب؟ شيء حميد انه اتعمل دلوقتي، وفي الحقيقه انا شايف انه اتاخر جدا. في عايز اقول ان في اوروبا في الاوروبيان فيزيكال سوسايتي، الجمعيه الاوروبيه للفيزياء، في امريكان فيزيكال سوسايتي، في افريكان فيزيكال سوسايتي، ففي كل يعني ريجون كده او تجمع الناس زي بعد 3 مينتس في تكتلات بتحدث، وان هم عايزين يشتغلوا مع بعض، لانه الفيزياء دلوقتي في العصور اللي احنا فيها كمان ما اصبحتش بتاعه الوان مان شو، شغل نيوتن اللي كان بيعمل كل حاجه، واينشتاين اللي قفل النظريه النسبيه من A to Z ويخلص الخاصه يخش في العامه، ده يعني عصره عدى. دلوقتي لا، يعني في تجربه سيرن، احنا مصر مشتركه في تجربه سيرن من خلال اكاديميه البحث العلمي والجامعات المصريه كلها under the umbrella بتاعت الأكاديمية. احنا يعني عضو واحد من حوالي 1500 معهد وجامعة مشترك في التجربة، في احد تجارب سيرن ديت. فالدنيا دلوقتي بقتش المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، سيرن بالضبط. فما بقتش وان مان شو ولا حتى دولة واحدة، يعني التجربة ديت سيرن وسويسرا على حدود سويسرا وفرنسا، ولا أوروبا لوحدها، أمريكا بتشارك، مصر بتشارك، أفريقيا في مجموعة أبحاث متعددة في اكتشاف الحاجات المعرفية اللي احنا بنتكلم عليها دي. احنا بنشتغل على المادة المظلمة، بنحاول نفهمها في ان احنا ان احنا ننتجها في المعجلات وندرس خواصها. ما كنتش عارف يعني مصر مشاركة في احنا مشاركين من 2009. انا يعني كان لي شرف ان اشتغل مع الأكاديمية من 2009 ان احنا نخش مصر، والحكاية كانت يعني لازم تبقى عندك انفراستراكشرز ولازم يكون عندك فريق، ورحنا وعملت بريزنتيشنز وتصويت سري لان الناس مش عايزة تدخل اي عضو سلام طبعا. يعني فلا، والحمد لله عضو فاعل. والحمد لله من 2009 2010 الى الان يعني طلبة كتير ومجاميع كتيرة، وبعض الجامعات المصرية ابتدت تفصل عن الأكاديمية وتخش بشكل عظيم مستقل. عظيم. طيب أنا كنا بنتكلم عن جمعية العربية للفيزياء، فأنا كنت بقول لحضرتك هي اتأخرت، وأنا في الحقيقة لما كنت بفكر فيها ما كنت بقول جايز أنا ما أعرفش فيه، يعني فيه ربما ما أعرفش. الحاجة التانية برضو اللي كانتش بخليها الواحد يعني يعمل أي انيشيتيف، انه هو مفيش تواصل قوي مع الفيزيائيين العرب، ما اعرفش، انا تواصلي مع الفيزيائيين في الغرب يمكن اكتر شوي، لغايه ما حصل موضوع الكورونا من سنتين او اكتر، وربا ضاره نافعه، الناس كلها ابتدت انت عارفه زي يعني يحاولوا يشوفوا حل وبتاع، فابتدوا يبقى في تواصل اونلاين، الزوم والحاجات ديت ابتدت تبقى هي الكومن اكتر في التواصل، وابتدى يبقى فيه وخاصة الشباب الصغير يعني تاتش وود، الناس ديت احنا عاملين الجمعية ليهم اصلا وهي فكرتهم، فابتدوا يعملوا انشطة اونلاين ويدعوا يعني انا دعيت مرة من اكتر من سنتين، وابتديت اشوف زملاء زي ما حضرتك كنت بتقولي فيزيائيين عرب متميزين من اجيال مختلفة، أساتذة كبار جدا في السن، حتى لو ما بينتجوش دلوقتي أبحاث لكن عندهم الخبرة والرصانة في الفهم الفيزياء بشكل يعني تحب تسمعي لهم، تحب تخليهم يكتبوا ويقروا، وتحب توصليهم بالأجيال الصغيرة عشان يحصل تواصل معاهم. ناس دارسة برا، العرب اللي في المهجر دولت رائعين طبعا، عندهم خبرة الاشتراك في المؤسسات الدولية. أنا عضو في جمعية الأوروبية للفيزياء، وعضو في معهد الدولي للفلك، فعارف السيستم، بس أنا عضو في منظمتين ويدوبك على قد وقتي وبتاع، لكن هم ممكن يبقوا أعضاء في أكتر من كده بكتير. من أهم الأهداف للجمعية دي وأعظمها الحقيقة هو فكرة التفكير في كيفية طرح الفيزياء للشباب النشأ والشباب. صحيح. ودي حاجة عظيمة جدا، لأنه يمكن طرق التعامل مع الفيزياء تقليديا في المؤسسات التعليمية في العالم العربي قد تحتاج إلى أفكار. صح، هو 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 ده لازم يكون يعني هدف الرئيسي بتاعنا، لان الجمعيه فكرتها جت زي ما كنت بقول لحضرتك من الشباب، لانه لما كنا في ندوات اونلاين
الشباب هو اللي ابتدى يا جماعه مفيش حاجه بتجمعنا، احنا عايزين احنا لولا بنشوفكم دلوقتي بالصدفه في احد الندوات وبتاع، ليه ما يبقاش في حاجه منظمه تخلينا نتواصل معاكم باستمرار ونتواصل مع زمايلنا الاخرين وحاجات مش كده. طب ايه اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ ايه اللي انتوا بتقصدوا عليه؟ الكلام بعد الندوه جاب بعضه، فكره الجمعيه. طب وليه انا قلت لهم انا كنت فاكر ان في جمعيه عربيه للفيزياء، قالوا لا مفيش، كان في حد فلسطيني عمل جمعيه سنه 1970 وكانت يعني جاست هيز باي هيم سيلف الون يعني، وما تطورتش اكتر من كده وانتهت. طيب والله لو انتوا انترستد وحقيقيين ومين لقيت في يعني في رغبه حقيقيه، طيب يا جماعه يلا شوف ازاي بتتعمل الحكايه ديت، يعني زقوني ان احنا زي ما بيقولوا توافقت الرغبات والهدف كان موحد. صحيح. ان شاء الله شهر ابريل القادم هو التدشين الرسمي للجمعيه العربيه للفيزياء. أو انت ترجمتي لي دلوقتي لانشنج معناها ايه؟ تدشين او اشهار، احنا سميناها اشهار او انطلاق بس هي تدشين افضل. تدشين وانطلاق الاثنين شغالين بالظبط. برضو بعد ما خلصنا الأعمال اللي هي الترتيب البدائي الأولي ليها عايزين نظهرها بقى. ففكرة ان هم يعني الأعضاء الصغيرين والناس تبتدي تتكلم على في السوشيال ميديا وبتاع، يعني أوكي بس ده مش نعمل نطلع نقول للناس، انا مش عايز اطلع اقول للناس ونعمل يعني حاجه تقليديه مكلمه وكده ونوعد بقى ان احنا لا، انا عايز حاجه حقيقيه. ففي الحقيقه قررنا ان احنا نعمل ايفنت ندعو فيه ناس حصلوا على نوبل برايز، كنا بنتكلم على 4 بس حاصلين على جائزه نوبل في الفيزياء، يبقوا هم دولت يعملوا، انت عارفه لما بنيجي نحتفل احنا في الفيزياء نعمل وركشوب نعمل ندوه، يعني انت عارفه نحتفل بعيد ميلاد واحد نعمل له يوم كامل محاضرات ونصدعه. ممتاز ممتاز. لا والله يعني ما هو ده علماء هتعملوا ايه؟ مقدر جدا ومفهوم جدا. فانا خدنا نفس الاسلوب ان احنا عايزين نحتفل بتدشين الجمعيه عن طريق ان احنا نعمل وركشوب او ندوه او يوم واحد ورشه عمل ويكون مميزه.